موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب فيض الوهاب تيسير أصول الفقه بسؤال وجواب. احنا كنا قد وصلنا في كتاب القياس إلى تعريف العلة وبيان الفرق بينها وبين الحكمة، ولماذا ربط الشارع الأحكام بالعلة، تعريف العلة ونعرف العلة وما الفرق بينها وبين الحكمة، ولماذا ربط الشارع الأحكام بالعلة دون الحكم. جواب يا جماعة، العلة هي الوصف الظاهر المنضبط، الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم وارتبط به وجودا أو عدما. العلة وصف ظاهر منضبط يبنى عليه الحكم وجودا أو عدما، يعني متى وجدت العلة ثبت الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم. مثلا علة تحريم الخمر السكر، يبقى مدى الشراب ده متى وجد فيه السكر ده ايه؟ ها؟ خلاص علة يبقى إباحة. طيب أي شراب ده لا يسكر مش فيه سكر، خلاص يبقى ليس ايه؟ لا يحرم. خد بالك، حسب الحكم يرتبط لعلته وجودا او ايه او عدم. العلة بتوصف ظاهر بالضبط. الحكمة بقى بتبقى الايه؟ وصف ظاهر غير منضبط، او هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الايه؟ الحكم. تبقى معي، لان جميع احكام المعاش والمعاد اما لجلب منفعة ودفع مضرة ماشي، او رفع الحرج، دي الايه؟ هذه المصالح هي مقاصد التشريع وهي الحكمة منه. لكن القرآن لا، تبقى معي، غالبا ما يقرن بالايه؟ بالحكم، بالحكم، الحكم الباعث على تشريعه، يعني ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. تبقى معي، طيب الخصاص لنا في حياة، هل دي العلة ولا الحكمة؟ الحكمة، حكمة إن القصاص، حكم القصاص يترتب عليه أن الناس القاتل يرتدع، أو أن المجرم يرتدع، يرتدع فلا يرتكب الجريمة ابتداء، لأنه يعلم أنه سيقتل إذا قتل. إيه اللي يترتب على هذا؟ امتناع القتل من أصله. هذه الإيه؟ الحياة. هذه معنى ولكم في القصاص حياة، أن القصاص وإذا طبق القصاص وغيره من احكام الشريعه، بس لا سيما القصاص في بابي، سينتج عنه الحفاظ على الانفس، لان القصاص قتل، بس قتل مين؟ قتل القاتل، القاتل عمدا عدوانا لارتكب الجريمه. انتبه معي، فلو علم كل انسان انه اذا قتل سيقتل، ها ما الذي سيحدث؟ سيمتنع عن ارتكاب الجريمه ابتداء، لا يقترفها، يبقى يترتب ايه؟ ها؟ عدم القتل. دي بقى، فدي ادي ايه؟ ادي الحكمه، لكن دي مش وصف منضبط، لكن لا، حكمه، حكمه باعثه على تشريع، حكمه ايه؟ شرع القصاص، اتبع معي. ولذلك الذين يتكلمون عن هذه الاحكام ممن طمست بصائرهم يعترضون على احكام الله عز وجل ويظنون ان فيها شده وكذا، هؤلاء الا ينظرون في احوال المجتمعات التي غاب عنها شرع الله عز وجل؟ كل يوم تطالعه جريمه نكراها، اهو يذبح واحد ويقطع راسه، واحد يفعل كذا، طلبه في المدرسه لسه ما لطفش يذبح ولا زميله في المدرسه الثانويه، وهكذا. كل يوم تجد ايه؟ جريمه نكراها. ليه؟ لغياب شرع الله. الا يعلم من خلق وهو لطيف الايه؟ الخبير. الله عز وجل الذي يعلم
ما يصدر عبادة وما الذي يردعه الذي يسول له نفسه ارتكاب الجرائم. انتبه معي انتبه. قال لي أحكام قوانين ومع ذلك تكفر الجريمة وتزداد كل يوم من سرقة ومن قتل ومن آخره. لو طبقت حدود الله عز وجل ما رأيت هذا لارتلع كل مجرم. يقول لكم في القصاص معنى القصاص بس لكم حياة. حياة ليه؟ لأن القاتل حينما يعلم أنه سيقتل إذا قتل ستكون النتيجة يكف عن ارتكاب الجريمة ابتداء. كل واحد يملك في نفسه تبي معي. السارق إذا علم أنه ستقطع يده سيقدم على جريمته كاملة. تبي معي تقضي ابتلع الجريمة ابتداء تقل وتندر. الزاني المحصن إذا علم أنه زنى سيرجم ما بعد حد. تبي جريمة ستنتكب في أضيق الحدود أضيق الحدود. أنت هذه الحدود تمنع وتردع وتسد الذريعة. ده الحكمة وده عظمة هذه الشريعة الإلهية. طيب وقول تعالى وعيد لهم الصاق من قوة ومن رباط الخير تبهجون به عدو الله وعدوكم. قال أولى برضو بيان أن الحكمة من تشريع القصاص حفظ الحياة. لكن علمة القصاص القصاص إيه؟ القتل العمد العدوان. قتل العمد ايه؟ العدوان. التلاتة اي واحدة تنبع جزء من العلم لازم التلاتة قتل العمد ايه؟ عدوان. تبقى معنى اغراض الاقتصاص. طيب وعبروا ما استطعتم عبروا ما استطعتم من قوة ومن رباط تطلبون بي عدو الله وعدوكم. ليه؟ ايه اهو الحكمة اهيبونا بي عدو الله وايه؟ وعدوكم. فحينما تعدون العدة وتملكون أزمة القوة ترهبون العدو ابتداء فلا يشن الحرب عليهم. لأنه يعلم إذا شن حربا على المسلمين سإيه؟ سيكلفه هذا ثمنا باهظا. أو قد إيه؟ يجد ما يسوء مش قد أو سيجد ما يسوء. لأن عند المسلمين من القوة ومن العتاد ومن العدة والرجال المجهزين وكذا ما يكفي لرده بقفع لحد. تبي معي ترهبون عدو الله وعدوه. وآخرين من دون ده مين؟ منافقون. إذا قبلت شوكة الأمة المنافقون خامدا نيران هل القوة المنافق يأخذ يتحرك متى في حال الضعف. إذا زي ما نتكلم في صفات المنافقين في دور القرآن عشان نحضر هذه الصفات لأنك تجد إيه مريض القلب يتحرك إمتى حال ضعف إيه؟ الدعوة ضعف الأمة. دعوة ضعف كده مريض القلب يكسر من اللغة. طب الدعوة قوية ومتماسكة تلاقي ايه؟ ساكن ما يقدرش ايه؟ ما هو مش عارف لا يجد ثغرة لا يجد منفذة. أما بقى إذا حصل ضغط تلاقي ايه؟ يلا بقى بيت أبوك تهدد تقول لك ايه؟ هي طوبة وخلاص لأنه مريض قلب بدل ما يسدد ويقارب ويأخذ بعوامل قوة الدعوة وتماسكها يعمل على هدمه. صلاة عفا عافية. تمام دي ايه؟ دي مرض قلب. هذا مرض قلب. ها؟ طيب يقول اخبارك الحكمه من تشريع القصاص حفظ الحياه والثانيه بيان الحكمه. عندي بقى الحكمه الاحكام لا تتعلق بحكمها لا تتعلق بايه؟ بحكمها لما تتعلق بالعلم. ليه؟ لان الحكمه يا جماعه يعني ما جاش بعد القران بيذكر الحكم يعني يقرن الحكمه بالحكم وكذا. لكن الحكمه وصف ظاهر غير منضبط. يعني مثلا انا عندي الايه؟ زي ما يجي الوقت ومع ذلك لم تعلق الاحكام بالحكم بحيث اذا وجد الحكم واذا انتفى الحكم. انما ربطت الاحكام بالايه؟ اي بالعلم وجودا وعدما. ليه؟ اولا لما يلي واحد ركز معايا ان الحكمه خفيه يعصر التحقق من وجودها. حكمه خفيه امر خفي يعصر استحكمه اباحه البيع أي رفع الحرج على المكلفين بسد حاجاتهم المشروعة. لكن الحاجة أمر خفي فلذا لم يعلق بها إيه؟ حكم إباحة البيع. إنما نظر في أمر آخر ظاهر منضبط بنيت الإباحة عليه اللي هو إيه؟ الإجابة والقبول. متى؟ إجابة وقبول بين المتبايعين يبقى كده إيه؟ لأن ده دليل التراضي. دليل إيه؟ التراضي بينهم. والتراضي علامة على وجود الحاجة.
لأن أنا لن أذهب أبيع هذا الشيء إلا لأني محتاج إليه إنابية، وأنا لن أذهب لأشتري إلا لأني محتاج. فالكلام إيه الدليل الذي يدل على هذه الحاجة؟ هو إيه؟ الإجابة والقبول، اللي هو يدل على التراضي من البائع والمشتري، وهذا التراضي دليل على حاجتي وإلا لما باع وإلا لما باع، وحاجة المشتري وإلا لما اشترى. أما مجرد الحلال ده أمر خفي، وأنا ممكن أحتاج الشيء وإيه؟ وأجاهد نفسي على الأقل إيه؟ أفعله. محتاج أيوه الحبسة أجاهد نفسي يعني إيه؟ أتجاوز هذه الحاجة وأحاول أنتبه معي. لكن الذي يبقى الحاجة الشيء خلاص اللي يدل خلي الإجابة والقبول هو الحلال. ماشي؟ طبعًا وأنها غير منضبطة تختلف باختلاف المكلفين. أنتبه معي. الحكمة غير منضبطة تختلف باختلاف المكلفين. وأحوال مثل إيه؟ الرخصة للمريض والمسافر للفطر في رمضان. طيب الحكمة إيه من الحكم ده؟ دفع المشقة، سفر قطعة من العذاب، دفع إيه؟ والمريض بيبقى حال مشقة، فدفع المشقة. لكن المشقة دي أمر خفي، يعني ممكن السفر يبقى شق على واحد إذا أصاب به، واحد آخر لا يشق عليه ذلك. طيب مريض يشق عليه جدا إنه يقوم قبلك إيه؟ ها؟ يفعل هذه الرخصة مثلا. واحد عنده القدرة على تجشم المشاق وتحملها، ففي الحالة دي خلى ايه؟ ها؟ لا، خلى الرخصة رخص ارتبطت بأمر ظاهر منضبط وهو مجرد السفر أو مجرد المرض. مجرد السفر أو مجرد ايه؟ المرض. ولم يجعل الحكمة وهي دفع المشقة ايه؟ هي التي يتعلق بحكمها ايه؟ وجودا وعدما. ليه؟ لتفاوت الناس في تحمل المشاق. الناس متفاوتون في تحمل المشاق. هذا قد يتحمل مشاق، يعني ده ممكن مرض بسيط جدا تجد واحد اذا اصيب بالصداع يقيم الدنيا ولا يقعده. حس نفسه درجه حراره ارتفعت قليلا، ها؟ يزعج جميع الناس من حوله. في ناس كده عندهم كده ايه؟ حساسيه شديده للمرض. وخوف شديد من اي شيء. آخر تجد به آلاما يعني لا تتخيل، ومع ذلك يتحرك ويمشي وعنده صبر وجلاء. فالأمر يتفاوت الناس فيه. فالشريعة لم تربط الحكم بشيء يتفاوت الناس فيه. لا، إنما السفر بقى علامة ظاهرة منضبطة. مسافة سفر بيقطعها هذا وذاك. ماشي، يوسف مسافر. فلان فين مسافر؟ فلان فين مسافر؟ طب ده بيتعب من السفر، ده ما بيتعبش، بس الاثنين اشتركوا في السفر. عندنا ظاهرة. يبقى ربط الحكم هنا بالايه؟ هذه الرخص بالايه؟ العلة الظاهرة منضبطة. عرفت الفرق اهو؟ ازاي الشريعة ربط الأحكام بالعلل دون بايه؟ ها؟ بالحكم. لأن الحكم كما ذكرت لكم ايه؟ ها؟ أمور خفية. تم معي ويتفاوت الناس فيها غير منضبطة. لما تنسوا غير منضبطة. طيب ماشي يا جماعة؟ طيب. وقد يشق على غيرهما، قد يشق لا يشق عليهما الصيام لو المريض أو الإيه؟ أو المسافر، قد يشق على غيرهما. فلا يصلح أن يكون دفع المشقة وصفا صالحا لتعليق الحكم عليه. لأن حكمة، الأمر يتفاوت الناس فيه وغير منضبط. لهذا الاضطرار في وجوده فنظر إلى الوصف المنضبط فوجد هو المرض أو السفر. فعلق الشرع الحكم ايه؟ على هذا الوصف الظاهر المنضبط. فالحاصل يا جماعه في الفرق بين الحكمه والعله ان الحكمه هي المصلحه التي قصد الشارع تحقيقها بتشريعه الايه؟ الحكم. مش الحكمه اللي قصد المصلحه لتحقق العباد بتشريع الايه؟ الحكم. زي ما قلت لك الرخص تفعل الايه؟ للمشاق جلبا للتيسير، مشقة تجلب التيسير، واضح؟ دي ما خدت بالك الحدود شرعت، ايه الحكمة من شرعتها؟ انها تؤدي الى حماية الانفس والاموال والاعراض، وتحفظ الحقوق، وتؤدي لاستتباب الامن، بس دي حكم. لكن كل حكم من هذه الاحكام ارتبط بعلة ظاهرة غير ايه؟ ايوه السرقه هي علة قطع اليد،
القتل عن بعدوان هي علة القصاص، الزلزلة مع الإحصان علة الرجل، من غير الإحصان علة الجان. وصف الله يكون ضابط. يبقى احنا قلنا الشريعة ربط الأحكام بالعلة دون الحكم. ليه؟ لأن العلة كما ذكرت لكم وصف الله يكون ايه؟ منضبط. لا يتفاوت الناس، خلاص لا يتفاوت الناس فيه. فشرعت الأحكام وربطت بعلة بها وجودا أو عدم. أما الحكم وصفها غير منضبط ومرخى فيه. يتفاوت ليه؟ الناس فيها. الناس فيها. واضح؟ طيب. يبقى احنا عرفنا بقى الفرق اهو، ان العله هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم وربط به وجودا ايه؟ وعدم. واضح؟ والعله مظنه لتحقيق الحكمه. ماشي اه. ان رب العز وجل بشر شيء الا الحكمه، كان هذا معلوم. بس الحكمه قد تبقى فيه، قد نعلمها قد. وان كان كثير من الاحكام تجد القران والسنه يقرنه بحكمته. زي ما ذكرنا ولكن في اختصاص حياه يقول الحياه ايه؟ الحكمة. زي ما بينت لك حكمة القصاص انه يمنع القتل ابتداء. إذا علم الجاني أنه إذا إن اقترف جريمة إن اقترف سيرتدع ما هيرتكبش إيه؟ مش هيرتكب جريمة ابتداء. بيودي لها الحياة. الحياة. لذلك هؤلاء المجرمون والزنادقة الذين يشددون على حدود الله عز وجل ويفعلون فيها. ألا ينظرون إلى أحوال المجتمعات؟ لكنهم قوم تنصب بصائرهم. طيب الا ينظرون الى احوال المجتمعات اليوم والجرائم التي تنتكب كل يوم؟ وان تعجب فعجب لم يخرج عنهم ويقول لك هذا لا بد ان يحصل على الاعدام. طيب ماذا نحن نقول لهم؟ نقول قصاص. ما لو كذا ولا بد من عداله ناجزه كما هي القضاء الشرعي. خلاص متى ثبتت الجريمه واخر. اخر ليه؟ احنا نلتزم بالشرع. لكن والعياذ بالله ياتي شرع عمى على قلوبه، عمى على هذه القلوب. ليه؟ لان القلوب والعياذ بالله طمست بصائر اصحابها. قلوب مريضه. اما امراض الشبهه والشهوه او كلا المرضين. نسال الله السلامه والعافيه. طيب. زي ما ذكرنا احنا بنتكلم في الحدود. لو حد كان بيحضر معنا فقه الحدود. وقلنا مثلا لما ذهب والعالم العادل يشغل على حد السلف ان ازاي اليد في الدية تودى ب 500 دينار ذهب، يد ب 500 عزة المودية نص الدية ماشي عادي نص الدية بس بالدنانير، وفما باله وانقطع في ربع دينار اللي هو النصاب اللي بيقطع في يد في السيف، ربع دينار ده جرام مكسور، عادي جرام مكسور. فاسمه يقول تناقض ليس لنا الا السكوت وان نعوذ ايه؟ يعني في تناقض الاحكام الا السكوت وان نعوذ بمولانا من النار. وهذا كفر. اعتراض على حد الله ورمي شرع الله بالتناقض. لكن اليد تودى في الدية بنصف دية ثم لما تصل ربع دينار تقطع. ازاي ده؟ ويظن انه ايه؟ والغريب ان هؤلاء يزعمون ان ايه؟ انه اصحاب عقل. فاجتمع العلماء طبعا ردوا عليه وقالوا يعني اهدروا ده موضوع اخبارك انت الشرع وردوا عليه كم من الردود ايه؟ ردود طبعا الرجل المالكي قالوا لما كانت ثمينه كانت ثمينه فلما خانت هانت فافهم حكمه الله فلا تعقل دي ثمينه قطعت بغير دم يبقى فيها ايه؟ نصف ليه؟ الديه اما هذه خانت سرقت فلما خانت هانت قالوا عز الامانه ايه؟ أغلاه خدت بالك وذل الخير أرخصا تفهم حكمة البال واضح؟ ها؟ طيب ما هي شروط العلة؟ ما هي شروط العلة؟ ما هي شروط الإيه؟ العلة الجواب لا تصلح العلة للقياس إلا بأن تجمع الشروط التالية ركزوا معايا بقى. يبقى انا قلت لكم يعني قلت لكم الكلام في العلة ومسالكها من اهم المسائل. واهم المباحث في اصول الفقه. طيب.
الجواب لا تصلح العلة للقياس إلا ما تجمع الشروط التالية: واحد، أن تكون وصفا ظاهرا، أن تكون وصفا ظاهرا، يبقى أول شرط أن تكون وصفا ظاهرا يمكن التحقق من وجوده في كل من الأصل والفرع بعلامة ظاهرة، مثل الإسكار، علة يمكن التحقق من وجودها في الخمر، غياب العقل والإسكار، ويمكن التحقق من وجودها في أي مطعوم أو مشروب مسكر، لأن الوصف ظاهر منضبط معروف، ليس أمرا خفيا، يمكن التحقق منه في أصل الخمر ثم فيما يلحق بها، أي حاجة تجد بقى مشروب منها بيسكر وغياب العقل من إيه؟ طيب مطعوم يوصل وغياب العقل بإيه؟ ها؟ نفس الكلام يا نفسي، خدت مالك أنت إزاي؟ خلاص يلحق به، يبقى وصف ظاهر منضبط. ثانيا أن تكون وصفا منضبطا، الوصف ظاهر وظاهر إيه؟ منضبطا، تبقى معي يعني له حقيقة محددة معينة لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. عرفت إيه معنى منضبط؟ حقيقة محددة لا يختلف باختلاف الإيه؟ الأشخاص والأحوال، زي ما ذكرنا السفر علة للرخص، السفر ده بقى بيتفاوت الناس فيه؟ لا. اثنين سفارة إلى القاهرة، سفارة إلى الرياض، السفر ده كان سفر غير السفر ده؟ لا. حتى لو اختلفت الوسائل، لكن هو إيه؟ سفر، هو ده اسمه سفر، ده اسمه سفر، حقيقته قطع هذه المسافات، سواء قطعها بالسيارة، قطعها بالباخرة، قطعها بالطائرة، هو قطع هذه الايه؟ دي مسافات، خلاص مسافات محددة قطعها، سمى خلاص مسافر، ولو قطع خلاص، فده أمر لا يتفاوت الناس فيه، عشان كده ما قلناش دفع المشقة، مع إن الحكمة في تشريع هذه الرخص ايه؟ دفع الايه؟ بس ممكن واحد يتعب وواحد ما بيتعبش، متفاوت دفع المشقة، ده في تفاوت. فالشرع لم يربط الحكم بالايه؟ بالشيء الغير منضبط والحكمه، انما ربطه بالشيء المنضبط، يبقى وصف ظاهر ايه؟ منضبط. طيب، وبرضه من القتل مانع من الارث، ماشي؟ مانع من الارث، لعلة الحرمان، خلاص؟ مش بقى ان الحكمه عشان قطع الرحم والسيف على هذا والإنكار والجحود والفعل، ماشي يا عم يقول ماشي، ده ماشي، بس احنا الأمر الظاهر القتل، إن ده أراد المستعجل الميراث فعقد بخلاف إيه؟ أي بخلاف لأنه ماشي، والقتل وصفه إيه؟ خدت بالك معايا منضبط، لا يختلف ده باختلاف القتل والمقتل، متى وجدت هذه العلة؟ تعلق الحكم بها، عشان كده قلنا لو الموصى له قتل الموصي ياخذ نفس الحكم ولا لا؟ ليه؟ ها؟ مستعجل. ايوه، خد بالك انت ازاي؟ لان نفس الكلام زي ما اللي دفع للقتل بالنسبه للقاتل في الارث، ايه كان الدافع له؟ استعجال لايه؟ الميراث، وده برضه استعجال الوصيه. خدت بالك معايا؟ طيب كان القتل مانعا له من الايه؟ فده قتل وده قتل. يبقى عشان كده منعنا، لو اي حاجه ثانيه غير القتل مش هنبقى. طيب وهذا بخلاف تعليل القصر في السفر بالمشقه، فان المشقه كما تقال وصف ظاهر غير ايه؟ منضبط، ما ينفعش علاقه بالمشقه نعلق بالمشقه، لا ده معلق بالسفر، انا بسافر بسياره مكيف وهنزل في فندق مكيف، ويعني السفر قد يكون في نهار رمضان افضل لك من المكس في البيت، انت ما عندكش مكيف مثلا في البيت والجو حار وتبقى ايه؟ يعني حالتك ما على كويس، لا ده بقى مسافر في المكيف وينزل في فندق ايه؟ يعني ما فيش بحسب اي عطش. نقول لا خلاص ده كده ما تفطرش. بخلاف اللي مسافر في اتوبيس. ده تعب. او ده رجل شاب فاتن. ومسافر يعني عادي. وده رجل واخد بالك تعب كبير السن وهو متعب. لا. ده بيبقى مشقة. مجرد سفر يبقى ايه؟ يبقى جاهز، يبقى الرخص تبقى احلام، تبقى احلام خلاص، عنده في مشقه ما فيش مشقه يبقى حسب ظروف الصعيد.
يعني الشارع ما بطاله بايه؟ حاجه منضبطه، وصف ظاهر منضبط، مش حاجه خفيه تفوت الناس. لا. طيب ثالثا ان تكون لايه؟ العلم، ان تكون وصفا مناسبا للحكم. وصف مناسبا اي ان ربط الحكم بتلك العلم وجودا وعدما من شان ان يحقق ما قصد الشارع اليه بتشريع الحكم من جانب النفع ودفع الايه؟ الضرر. اخبارك لان الحكمه هي الباعث الحقيقي على تشريع الحكم. طيب يعرف العلماء ايه؟ يعرف العلماء المناسب ازاي؟ بان يفضي الى ما يوافق الانسان تحصيله، اخبارك ايه؟ بجانب المنفعه وابقاء ايه؟ وابقاء بدفع المضره. ازاي؟ انا عندي الشريعه قصدت الى الحفاظ على الايه؟ على العقل. الحفاظ على ايه؟ الخمر. يضر بالعقل ام لا؟ يضر المخدر الى اخره. طيب ف لما يبقى الاسكار، اسكار اللي هو غياب العقل وتغطيه العقل، ها ده علامه واضحه على الضرر ولا لا؟ علامه واضحه خلاص، ضرر على وضرر كبير بالعقل ولا لا؟ يبقى لما الشرع يحرم المسكر الا تعقل وجه المناسبه بين تحريمه وما قصد الشارع اليه من الحفاظ على العقل؟ تدركها ولا ما تدركهاش؟ تدركها جدا خلاص. حاجه هو عامل ضرر العقل والشريعه دفع الضرر خلاص. خد بالك القصاص في القتل عمد العدوان. طيب الا تدرك زهق واحد ازهق روح عمد العدوان، عمد العدوان العدل انه ايه؟ ها؟ يجازى بمثل ايه؟ صنيعي. يجازى بمثل صنيعي. على قدر جريمتك. يبقى تدرك انت العله وتقول ان العقاب العام والعدوان يستوجب القصاص خلاص، ها؟ ده امر عقل ادركه. ده شو واحد يتشغل فيه؟ خدت بالك العله واضحه، واضحه. خدت بالك وجه المناسبه بينها واضحه، ده بالمعنى. يبقى عشان كده، عشان كده احنا قلنا ايه؟ ها؟ ان انا لو عندي خد بالك من كده ان وجه العلماء فرقوا زي ما ذكرهم تذكرون بين العلة والسبب. لما نفرق بين العلة والسبب كما ذكرنا هذا الدكتور عبد ما تنساهوش نسيه. وقلنا الان الفرق بين العلة ايه؟ العلة مع ان الاثنين سبب الحكم. بعض العلة مرادفة للسبب، لا، وبعض قال لك لا في فرق ولا في عقل. قال لك العلة يدرك العقل مناسبتها للحكم. عشان كده نعمل قياس. الامر معقول الايه؟ المعنى. اما السبب قالوا اذا لم يدرك العقل ايه؟ مناسبتها للحكم. ان غروب الشمس سبب وجوب صلاه الايه؟ المغرب. امر تعبدون. امر ايه؟ تعبدون. خلاص ما اقدرش غياب الايه؟ غير معقول خلاص نتسم فيه. عشان كده ما عندناش قياس في الايه؟ ما ينفعش نقيس عليه. ما ينفعش تجيب تسوي ده مشروق الشمس يبقى زي غروب الشمس يبقى صلاه معقول. ده ابدا. ما ينفعش قياس كده برضه. عبادات يعني هي متعبدة يعني لو عقلنا فده سبب اه، لكن ما تجدوا على سبب لا، لكن بخلاف الايه؟ العلة تدرك مناسبتها لايه؟ للعقل. طيب رابعا ان تكون متعد وصفا متعديا، ركز معايا العلة وصفا ايه؟ متعديا. اه ما تكونش وصف ايه؟ قاصر، العلة قاصرة يعني قاصرة على حكم الاصل لا يمكن تعدي. أما أنا هعدي لي الفرع إزاي؟ لازم وصفه تعدي. لكن لو علة قاصرة اللي ما عندهاش غيرها. يعني أنت ممكن تقول لي طب ما أنا، طب ما أنت من شوية قلت لنا إيه؟ السفر علة لقصر الصلاة. ودي عبادتها يا شيخ وفيها علم. فيها أي بس علة قاصرة. ينفع تقيس على أي حاجة تاني؟ ها؟ هي قاصرة على المسافر والمريض برضه نفس الكلام. في جواز الفطر في رمضان او الاحكام الخاصه به لا تتعداهما. ينفع تيجي تقول ان انا اقيس السفر ده يا عم في دفع مشقه، فالراجل اللي شغال في الفرن الخباز اللي في تعب وعناء امام النار اقيسه على المسافر ولا على المريض؟ ينفع؟ لا 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 قاصره لا تتعدى لغيرها. هتقول امال يعمل ايه الراجل ده؟ يقول لك يفضل صايم لحد ما يقع. إذا اضطر مريضا يبقى هنا إيه؟ أفطر للمرض وليس لها.
سمار. لكن ما فيش مرة وتحمل خلاص لما تصور وضحت لأن حبيبنا زي إحنا قاصر بس عدش لغير لأن عدل إيه طيب عندنا بعد كده يا جماعة ليه زي مثلا من العلل القاصرة الوقاع خلال رمضان الايه؟ اللي هو الجماع خلال رمضان علة لإجابة الكفارة خد بالك مش العلة لإجابة الكفارة زي ما نيجي دلوقتي بعد كده إن شاء الله في درس القادم في مسألة مسالك العلل كيف نعرف العلل مش العلة مثلا إن إيه؟ إن الراجل ده كان أعرابي وكان أعرابي هواشي خدت بالك؟ مش العلة ده إنك الراجل حر وليس عبدا لا كل دي حاجات دي وصف من إيه؟ من العلة لما نيجي نعمل في التصرف والتقسيم عشان نحدد العلة لا وصف الآن وصف الخيئة فبنبعد إلا بقى عشان كده خدت بالك؟ لا العلة الوقاع فين؟ طب تمام ينفع بقى دي علة قاصرة على مذهب الشافعية والحنابلة وغير إيه؟ الراي عشان كده لا يصح تعديتها إلى الأكل والشرب إلى الأكل والإيه؟ خلاف مجموعة الملكية والحنفية بعدها الأكل والشرب ده دي علة قاصرة لا تتعدى يبقى عشان كده العلة اللي تصبح في القياس العلة الايه؟ المتعدية وليس العلة الايه؟ قاصرة اي طيب ألا تكون وصفا ملغى مش العلة وصفة الغاء الغاء الشريعة ألغت اعتبارها وصفة صالحة لتعليق الحكم عليه زي ايه؟ زي اعتبار اشتراك الذكر والأنثى في البلوغ مش الذكر والأنثى كلاهما أبناء الوصف هنا مش البلوغ هل بقى إن الوصف المناسب عن الوصف المناسب للاثنين أبناء هل ده وصف مناسب للتسوية في الحكم؟ الشريعة ألغت حتى لو كان الشريعة إيه؟ ألغت هذا غلت إيه؟ ها؟ يوصيكم الله يا أولادكم إذا كنت حاصل إيه؟ يبقى ألغى ما هو النص ألغى ما هو النص ده ألغى ليه؟ إحنا جيت حضرته ليه؟ يا أخي ده إيه دي؟ دول كلهم الاثنين مشتركين في البنوة والفرق بينهم أليس كل منهما ابنا أو بنتا أو ولدا ولد بيطلق على ابنه وبنته كلاهما ولد يبقى الزمن ما نسويش بينه لا العلة اللي بتذكرها دي الوصف اللي بتذكر ده البنوة ها الغايب ايه؟ الشناص الشرع الغاه الغى اعتبار وفرق بينهما ما ينفعش تعملها عيلة عشان ايه؟ تزاوج لا يا حبيبي دي الغاء الناص الشرع الغاه صارت علة ملغى اكتفي بهذا القدر سبحان الله محمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.